تشوفوا الان تنتواجدوا امام ملعب العبجي بالجديده اللي غادي يحتضن بعد قليل الماتش اللي غادي يجمع الوداد البيضاوي بالكوكب المراكشي براسم الجوله 15 من البطوله الاحترافيه. ماتش صعيب للطرفين. الوداد قادم من هزيمتين امام اتحاد طنجه وصن داونز. الكوكب ما حققش انتصار منذ الجوله الخامسه امام الدفاع الحسن الجاجيجي حينما انتصر ب3-1. واش المدرب الجديد عزيز العمري غادي يستطيع يرجع الكوكب سكه الانتصارات من بوابه هذا الماتش، ولا الوداد غادي يزيد من الجراح من تعميق الجراح ديال فارس النخيل؟ الجواب غادي نعرفوه من بعد صافرة الحكم اليعقوبي. بقاو معنا. خويا راه قطعنا هاد الورقه هادي، قطعنا تشوف قطعنا ورقه ب 30 دويان جايه من مراكش، وعندنا لاكارت. ها هي لاكارت 30 دويان، عندنا لاكارت. قال لك باقي الوداد متمرس لسانه، الوداد جايين داخلين كلهم كلهم سكوت، الوداد جايين كلهم دخلوا. الا حنايا اش هاد الشيء هذا راه القميع هذا حشومه هاد الشيء هذا كلهم راحوا معنا الحساب. الوداد حنا حنا رقم قطعنا ب 600 وقال لك ارجع في حالك. قال لك تكمل 18 سنه، هاد الشيء ما كاينش في القانون، هاد الشيء كاين غير في هاد المدينه هادي. تقنعونا حنايا مراكشيين بالبيضاوة داخل الكل، هاد الحزره هادي خاصكم تشوفوا معنا الحلال. خويا كيفاش دازت اليوم الرحله للمدينه الجديده؟ الطريق مزيانه، مشينا بخير وعلى خير رغم الظروف تاع البوليس بشحال مره تيحبسونا وهكا. الحمد لله على خير. كيفاش يبان لك الماتش اليوم؟ اليوم ان شاء الله مربوح الكوكب على شحال؟ شي 2-1. تبارك الله. خويا الاجواء ديال الماتش هذا كما تشوفها خويا راه الجمهور، الجمهور بالكثره تبارك الله استطاع نبيله. تنتمناو من الكوكب المراكشي تعطي شي افاده اليوم، والتروب بوان اليوم غادي نجيبوها ولا لا الله. وديما كوكب، وديما كوكب، وديما كوكب. خويا على حساب ما تيبان لنا الماتش اليوم شويه صعيب، حنا تنحتلوا واحد المرتبه اخيره. ما هذاش النتيجه كيفاش النتيجه غادي تكون ان شاء الله، غادي نربحوا ان شاء الله بشي واحد الزير. نطلع واخا الماتش صعيب نطلع شويه النيفو شويه، فهمتي؟ ديما كوكب اخويا، ديما كوكب. الصورو كريزي بوي. تشوفوا جايين حنايا مخلصين التيكيتا ومقطعين وما عندنا حتى فلوس الروتور باش نرجعوا. جايين هما حطوا وكذا. تشوفوا هاد المدينه لا اله الا الله محمد رسول الله، وقام عنا فيها انت لا اله الا الله محمد رسول الله، وخاصهم وحق الله. خايفين من الحكام اخويا، عاوتاني كل دوره كنلقاو مشكل مع الحكام. ما عرفنا هادي واش من الجامعه ولا من مديريه التحكيم، ما عرفناش مناش. والسيد النصير حتى هو كنطالبوه باش يدخل لنا في هذه المساله، باش ديما كنلقاو فيها مشكل وما باغيش يدخل. ما عرفناش علاش، علاش السبب. هو الماتش الوداد محتاج على 3 نقاط ان شاء الله باش تخلى ديما في الصداره، ونتمناو تسود الروحه الرياضيه، واللي اللي غيكون الاحسن هو اللي غادي يربح ان شاء الله. خاص الشوط الاول كان شوط ممتاز بمعنى الكلمه. انا كاينه كتبان اللمسه ديال المدرب والدور ديالو والخدمه اللي دار، وحتى اللاعبين خاضوا الثقه في النفس في المقابله. ولاحظت انا حتى المهاجم لعب على مهاجم ليبر،
وحاول يسرحوا من قرب يسالي الشوط الاول. الحمد لله بعدا السي العامري قام بالعمل ديالو كومين بعدا راه فرقه مزيان خطه مزيان لعبوا ضد الوداد مزيان كنا متخوفين منهم بزاف صح الحمد لله الا وصلوا هكا في الدوزيام ميطار الحمد لله غتكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. شحال تتوقع الدوزيام؟ تقريبا شي 2-0 3. اللاعب كيبغي يحافظ على النتيجه بالطريقه اللي كيحس بها هو ملائمه، لان بالنسبه لينا حنا الانسان داكشي اللي عطيتيه لو سيرفو ديال كيستجيب معك انت ولا لا. هما نيتهم يتراجعوا شي شويه حيت ما تراجعوش، لان جاونا فرص في دي كونتر اللي كنا نحسموا المقابله. وفريق الوداد ولا اي فريق الوداد غيسيطر عليه الا كان منهزم، اي فرقه تخير اللي بغيتي تكون الوداد منهزمه ضده غادي يسيطر، وديك السيطره كتدفع بالخصم انه يدافع، وهذه معقوله وكتشوفها في الفرق الكبيره كتوقع عليها.